موضوعنا اليوم عن الارتجال، وهذا على فكرة من الموضوعات الحياتية والوظيفية المهمة. ليش؟ لأن احنا في حياتنا سواء في الديوانية ولا في أماكن العمل ولا في أماكن رسمية طلب منا نتكلم. أحد سألنا سؤال مفاجئ في اجتماع القسم، رئيس القسم سألك سؤال، ايش رأيك يا فلان بالموضوع اللي انقال؟ وانت مو على بالك، انت كنت ساهي شوية او لاهي او منتبه، فمو مجهز كلام. هني شلون تقدر بهذه المهارات اللي احنا راح نتعلمها ان شاء الله على مدى 5 حلقات بدءا من اليوم، شلون نقدر نتعلم ما يسمى بفن الارتجال، يسمونه مرات التفكير على قدميك، انك شلون تفكر وبتحت الضغوط والناس تطالعك وسألوك سؤال مفاجئ، شلون تقدر تجاوب وتتكلم بطريقة يعني يبين انك انت فاهم وطريقة حلوة. انتبهوا يا جماعة، احنا ما قاعد نتكلم ايش راح تقول، احنا نتعلم كيف تقول، فهي دورة مصغرة عن فن الارتجال. والارتجال نعني فيه هو الكلام الذي يأتي بدون ترتيب مسبق. انت عندك معلومات، انتبه، احنا ما نتكلم ان نعلمك شو تقول، انا اعلمك كيف تتحدث او تلقي بفن الارتجال بدون ما تكون مستعد مسبقا. مرات احنا نسأل سؤال واحنا مو منتبهين فنحرج ونقول إيه وما أدري وهذا، لا مو حلوة تطلع مظهرك، خاصة إذا كان في أشياء وظيفية أو أشياء عملية أو قدام مجموعة من الناس أو واحد سألك سؤال قدام مثلا مؤتمر صحفي ولا شغلة وانت ما عندك قدرة على أنك تجاوب بطريقة علمية. فحلقاتنا 5 بدءا من اليوم راح تتناول موضوع فن الارتجال. احنا على فكرة عندنا 6 طرق مجربة عالميا في أن خلي الإنسان يستطيع أنه يرتب أفكاره بطريقة علمية ممنهجة تساعده في أن يتحدث بهدوء عندما يتم سؤاله هكذا فجأة بدون ما يرتب الموضوع. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الأساليب 6 اللي إن شاء الله تكون على مدى 5 حلقات معاكم، راح نتكلم اليوم عن إحنا بحاجة قبل أن نتعلم الأساليب 6 أن نتعلم ما يسمى بطلاقة الكلام، أن إحنا نتعود أن نتكلم. لأن أحيانا الإنسان اللي ما يتكلم كثير، يعني ما يلقي محاضرات، ما يتكلم بالديوانية، ما يقول راية، ما يسولف في اجتماع القسم، ما يتكلم مع زملاء مع أصدقاء، كله ساكت، كله هذه قد يفتقد هذه المهارة والطلاقة. فأنت بحاجة إلى أن عقلك يكون شغال بسرعة بحيث أنه يسمح للسانك بأنه يتكلم بصورة سريعة مع ثبات العقل وثبات المنطق والتفكير السليم. الأمر يخلي كلامك والله مرتب ومنمق وسان، تحس الناس أنك فاهم، وهذا هو مبتغانا في هذه الورشة أو الدورة المكثفة حول مهارة فن الارتجال. من المهارات أو من الأساليب أو التمارين الحلوة اللي احنا نقوم بعملها في قضية طلاقة الكلام أن الإنسان يختار شيء معين، يعني يختار مثلا قلم أو يختار تليفون أو يختار كوب ويحاول يطلع استخدامات لهذا الكوب غير أن يشرب فيه مثلا شاي أو قهوة. يعني الكوب المق العادي فيه قهوة أو شاي، احنا نقول لا أوكي انسى موضوع الشاي والقهوة، الحين هذا الكوب اللي أمامك كوب القهوة، شنو ممكن تستخدم فيه أشياء أخرى مخالفة ومغايرة لشرب القهوة؟ انت عاد تفكر، ممكن أخليه والله مثلا حصالة فلوس، ممكن أحط فيه مثلا الأقلام، ممكن أثبته على ورق عشان الورق ما يطير، وهكذا تعود عقلك أنه يعطي بدائل لاستخدامات لشيء معروف استخدامه. كما قلنا كوب القهوة حق القهوة، لا أنت تحاول أنك شنو، تحاول أنك تغير هذا الاستخدام بحيث أنه يكون استخدام آخر. خذ دبوس، خذ قلم، خذ أي شيء في منزلك أو في مكتبك وقول هذا يعني مثلا الاستخدام حق الورق، أنت تقول لا أنا بستخدم حق أشياء أخرى. كذي أنت تعود عقلك على أنه يفكر بطريقة كثيرة وسريعة، وتخلي عقلك يكون مرتب بأنه يكون لو وضع تحت ضغط أو تم الارتجال للحديث يكون هذا الحقل وهذا الكلام وهذا اللسان مستعد لمهارة الارتجال.
من المهارات الأخرى اللي تساعدنا على طلاقة اللسان، على وفرة المفردات عندنا، اللي هي قضية طبعا القراءة. احنا ما قلناها من أول شيء، الإنسان عليه أن يقرأ كثيرا حتى يكون عنده حصيلة يعني مفردات لغوية وكلام كثير يقدر يقوله فيما لو احتاجه في مواقف الارتجال أو في مواقف أن يتم سؤاله بدون ما يدري. أيضا من التمارين الحلوة اللطيفة اللي احنا نسميها، نقول نفس الشيء بس قلنا عن كوب القهوة، نقول عطنا مرادفات لهذه الكلمة. يعني مثلا قلت لك قطوة، قطة مثلا، شو يطلع ببالك؟ بتقول قطة، بيطلع بالي مثلا فار، توم وجيري. فانت تحاول تطلع أشياء لهذه القطة، أشياء كثيرة، قطة ولا طيبة في البيت، زينة، حساسية. بعض الناس ما يحب القطاوة لأنه يقوم يعاطس وعنده حساسية، فتقوم تطلع مفردات كلمات يسمونها علاقات، association، لها ارتباط بهذه القطة. يقول مثلا ماي، أو يقول عصير، أو كرة قدم، أو سيارة. شنو ببالك؟ تقول سيارة ولا تنقلني من مكان لمكان؟ أوكي هذا واضح، عطني أصعب شوية. فتقول سيارة جمعة العائلة، نروح مثلا نسافر مع بعض. فتقوم تطلع تمارين، تطلع أقصد كلمات كثيرة بهذا التمرين، بحيث أن تخلي عقلك دائما يفكر بالشغلة وشوف لها أشياء ثانية. وكل ما بعدت كثير، يعني مثلا أنا قلت لك الساعة، ساعة اليد، واحد يقول الساعة الزمن، واحد يقول الساعة يوم القيامة، شوف هذا بعد كثير. واحد يقول الساعة اللي هي لبسة بيدي، هذا شيء واضح، لكن اللي قال والله يوم القيامة الساعة، من أسماء القيامة الساعة، فهذا راح بعيد شوية، هذا عقله بدأ يشتغل أفضل. واحد يقول الساعة اللي هو الانتظام في الوقت، واحد يقول الساعة اللي هو الانضباطية، واحد يقول الساعة اللي هي أني أنا أقعد مع أهلي أقضي وقت طويل، دراسة، وهكذا. كل ما طلعت مترادفات لهذه الكلمات كل ما بدأ عقلك يشتغل أكثر. انتبهوا، ترى هاي تمارين مسبقة لموضوعنا الرئيسي اللي هو مهارات أو أساليب الستة في فن الارتجال. أيضا من التمارين الحلوة اللي ممكن تسوونها في بيوتكم اللي هي قضية القصة، إن كنت ماشي بالسيارة أو قاعد في مول أو قاعد في الدوام وتشوف شيء، شخص قدامك يمشي أو شيء هذا، وتحاول تطلع قصة سيناريو إن هذا الشخص جاي يخلص معاملة، وهذا اسمه أحمد، وهو بيته كذا، متزوج وعنده كذا. طبعا مو قصدنا إساءة، لكن تحاول تتخيل السيناريو قدام، قاعد في الطيارة، قاعد في المطار، قاعد في مطعم، من قدامك شخص، تحاول تسوي سيناريو عن هذا الشخص، كذي تخلي عقلك يتخيل السيناريو، هذا الشخص وش قاعد يسوي وأفكاره، وعنده موقف معين وبيحاول يحل الموقف هذا، عنده معاملة حكومية. فيكون عندك قدرة على أنك تتخيل قصص وسيناريوهات تساعدك على أن عقلك يشتغل في أنه يعطيك، نسميه احنا وفرة في الكلمات. قضية أنك تقول، وهي تكون شغلة جماعية، يعني تكون مع مجموعة من أصدقائك، واحد يقول جملة قصة، يعني يقول جماعة اليوم أنا رحت الجمعية، ويسكت، أنت دورك تكمل هذه القصة بإبداعك. تقول والله عشان أشتري مثلا توست حق البيت، تسكت. فالثاني يكمل يقول والله لأن أهلي يحبون التوست، ويسكت. وهكذا ثلاثة أربع أشخاص تمشوا بالقصة بطريقة حلوة مريحة، لكنها بطريقة حلوة تصاعدية، بحيث أن الشخص يقدر أن بعد مدة يصير عندنا قصة، بدينا بالتوست يمكن ننتهي إحنا في طيارة، لأن القصة كذي مشت. هذه أيضا تساعد على قضية التفكير وقضية الطلاقة ووفرة الكلمات، وتخلي عقلك يشتغل. ترى العقل يا جماعة مثل العضلات، يحتاج تمرين، يحتاج تدريب. فكلما عودنا على التمارين هذه اللي احنا نسويها اللفظية وحتى الكتابية، كلمة السر أو غيرها، تخلي أو سودوكو، تخلي عقلك يشتغل بطريقة حلوة. أيضا تمرين آخر اللي هو تمرين الكلمات الخمسة، احنا نسويه أيضا، نحط كلمات ما لهم علاقة ببعض، نقول مثلا المريخ، خبزة، مش عارف سيارة، عارف، تجيب أشياء ما لها علاقة ببعض، وبعد حاول تسوي قصة من هذه الخمسة. تقول اليوم والله اشتهيت اني اتعشى خبز مثلا معين، فرحت مش عارف كذا، وتحاول تربط هذه الخبزة بكلمة اخرى وكلمة اخرى بالخمس كلمات اللي عندك اللي هم ما بينهم رابط، بحيث انك تخلي عندك قدرة على انك انت تتخيل سيناريو وتتكلم وتربط بينهم. هذا باكر راح يساعدك لما تكون في موقف تحتاج انك تتكلم ارتجالي، مخك متعود على الكلام، متعود على الافكار، متعود على التخيل، متعود على السيناريوهات، على القصص، على ربط الكلمات بعضها ببعض. الامر الذي يخليك عندك قدرة على انك انت لو سألت سؤال تحت الضغط في مؤتمر صحفي، في اجتماع القسم عندكم في وزارتك، في محاضرة، في مكان عام بالديوانية، سألوك الاهل، سألوك الاصدقاء، سألك احد، اللي انت عندك بهدوء تقدر تفكر وتستطيع أن تكون أنت هادي
تستطيع ان انت تكون عندك قدره على جماعه انتبهوا ترى الكلام دربه. واحد يقول اعرف اتكلم، ادري تعرف تتكلم بس انت ما عندك قدره على الكلام لما واحد يسالك سؤال فجاه بدون ما تستعد. لذلك يا جماعه طبقوا هالتمارين في البيت مره بعد مره بعد مره حتى يكون عندنا ان شاء الله وفره وطلاقه في الحديث ان شاء الله. انتبه معاكم بالحلقه القادمه نبدا معاكم الاساليب السته في مهاره الارتجال. Oh,